الحكاية؟ هي الأدوية مش عندك ولا إيه؟ لا موجودة، بس الدكتورة كتبت لك الأدوية دي ليه؟ والله ولا أعرف، ده هما كلمتين وقلبتني عشان الناس المترصصة فوق بعضها. هو أنت رحت لها ليه أصلاً يا ميزة؟ معرفش، حسيت كده إن في تنميلة ماسكاني من بطني لحد صوابع رجلي، بس هي قالت لي شوية تعب وهيروح لحاله عشان ضغط الشغل يعني. هو في مشكلة ولا إيه؟ لا يا ميسا مفيش مشكلة ولا حاجة، بس الأدوية اللي هي كاتباها لك دي بتعالج حاجات في الرحم. رحم؟ لا يا أخويا، أنت كده قلقتني، ورحمة أمك لا تقولي علي فيها. بصي، هو يعني اللي هي كاتباه لك ده معناه إن عندك مبادئ ضمور في الرحم. ضمور؟ أيوه، بيعمل إيه ده؟ بس هو لحد دلوقتي ما بيعملش حاجة، بس ده لو ما اتعالجش صح هيأثر على الحمل. تقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هخلف؟ يا نهار اسود، طب هي ما قالتليش ليه؟ سابتني على عمايا ليه؟ يعني أنا مش هخلف يا أحمد؟ هبقى أبور؟ ماليش طرحة في بطني؟ لا يا ميس، أنا أقصد تقصد ولا ما تقصدش؟ إنه اللي بقى اللي كان السبب، أنا لا عايزة أدوية ولا غيره. الشافي هو ربنا.